ف ده عنده أهمية، لأن واحدة من الحاجات اللي بيستغلها المنول المتوسعين أو الموسعين التوسعين المتوسعين الإسرائيليين، واحد الحاجات اللي بيستعملها هو أن يكبر المسافة اللي بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. لكن لما المسافة صغيرة يعني الإسرائيليين والفلسطين ممكن يلاقوا بين عندهم مصلحة واحد في مصلحة في السلام، مصلحة في الأمن، ومصلحة في التقدم الاقتصادي. يعني أنت بتظن أنه في إمكانية أنه يعيشوا مع بعض؟ مش بظني، أنا متأكد، مش بس كده، متأكد أن الحكومة الإسرائيلية خايفة جدا، ما عندهاش خوف أكبر من التكاغب بين الشعبين. بس الحكومة الإسرائيلية يا كلمنت هي منتخبة من قبل الإسرائيليين. يعني هم اللي بيختاروهم. ده صحيح، ولكن بيختاروا الحكومة الوحشة ده هي المجرمة، بيختاروها لأن خايفين، لأن الناس من الصنف الشارون ولا كلهم غابين، وكلهم كان بيعمل كل شيء لتكبير المسافة بين الشعبين، يعني يزيد الهوة، يزيد الهوة. مثلا حتى قبل الدولة الإسرائيلية تجي في الوجود كان في أمر أن إذا كان في يهود ومسلمين وفلسطين بيشتغلوا في نفس المكان ما يكون في نقابة واحدة للعمال اليهود والعرب سواء، لا يفصلوهم اليهود نقابة بتاعتهم والفلسطينيين نقابة. ليه؟ لأن إذا كان في نفس النقابة هيفهموا كم هم قريبين واحد من الثاني، لأن الوضع أن حتى إذا كان نرجع للقرآن أو للبايبل أو للتوراة، فإحنا أولاد إسرائيل وإشمائيل، إسحاق وإسماعيل، أيوة، والأرض الفلسطيني ده ود لأولاد إبراهيم، يعني ود للعرب ولا لليهود، ده مش ود لليهود بس. بس المشكلة يا كليمنت انه أيوة. كانوا الفلسطينيين عايشين، أيوة. وانت ابوك وجدك كانوا موجودين، أيوة. هناك ما كانش، أيوة. في مشاكل. انا اجى المشروع الصهيوني وجاب اليهود من اوروبا. انا مش معترف بالجوجو بتاع اليهود من اوروبا لاسرائيل. انا بعترف ده مؤامرة الصهيونية، هي مؤامرة للصرع، ليش يسرعوا الارض الفلسطينية، ياخدوا من الفلسطينيين اللي عندهم الحق في الأراضي ده ويديه لليهود، ده مؤامرة صهيونية. ولكن حتى لو نعتبر ان لو نقول لليهود انت بتقول له والله ده الأراضي لأبراهام، يعني ده دعم للعرب كمان، للفلسطينيين كمان مش بس لليهود. أنا ما بروحش بالاتجاه دي، أنا بروح بالاتجاه الأصلي للفلسطينيين ساكنين على 2000 سنوات وده أرضهم. حصل اللي حصل ولازم نشوف أحسن الطرق نرجع الحقوق للفلسطينيين. طب ايش الطريقة انت شايف؟ يعني الان مثلا لما حماس انتخبت، ايوه، في يناير 2006، ايوه، الاسرائيليين ما كانوا مش عاوزين يتكلموا مع اللي انتخبهم الشعب الفلسطيني، والامريكان مش عاوزين، والاوروبيين مش عاوزين. فده الحقيقة القضاء الاسرائيليين، القادة الاسرائيليين كلهم
كل الزمان مش عايزين يتكلموا. لما كان غفاته لا ما غفات لا. وبعدين جه ابو مازن، ابو مازن ما ادلوش حاجه لابو مازن. وبعدين جه حماس قال له مش ممكن، ما حماس حماس ما اعترفش بوجود اسرائيل. يعني ما فيش تغيير، ده مش حاجه جديده. طب كيف نغير؟ ايش التغيير المطلوب؟ التغيير هو كده، مش ممكن نعمل سلام مع حكومه اي ضد السلام، والحكومه الاسرائيليه ضد السلام تماما، فما فيش فايده معاهم. ما فيش فايده. يعني البدايه لازم يكون ان نتخلص من الحكومه الاسرائيليه. ايه القوه في العالم اللي ممكن تخلصنا من الحكومه الاسرائيليه؟ في بس اليوم قوة واحدة، قوة الشعب الإسرائيلي هو اللي يقدر يتخلص من الحكمة الصهيونية التوسعية وتجيب حكومة اللي عايزة سلام بالجد. أنا عايز أذكر حاجة، لما حصل الصبغة وشتيلة في الليلة اللي اتعرفت اللي حصل، نزلت 300,000 إسرائيلي في الشوارع تل أبيب وعمل مظاهرة ضد شارون. تظاهروا ضد شارون. تظاهروا ضد شارون. يعني في أمل في الشعب الإسرائيلي، عنده إحساس لما بيشوفوا حاجة وحشة بيعملوا مظاهرة ضده. في رأيي اللي كان لازم يحصل في الوقت ده أن يكون 300,000 فلسطيني ينزلوا في الشوارع الفلسطينية يقولوا إحنا متدمنين مع 300,000 أخوان، لأنه اللي بيعملوا مظاهرة ضد صبغة وشتيلة. يعني قصدك أنت يدوروا على اللي بيوحدوا، وده كان حاجة اللي بيوحدهم، ولكن القضاء الفلسطينيين القادة الفلسطينيين ما بيفكروش على كده، بيفكروا بس عن طريق المناقشة مع الحكام الإسرائيلية ومع الحكام الأمريكية. وأنا بقول عتيد الشعب الفلسطيني هو في يد الفلسطينيين، مش في يد أمريكا، مش في يد إسرائيل، في يد الفلسطينيين، وعندهم الإمكانية يعمل حاجة يحققوا مصلحتهم. والطريقة إن يشوفوا مين عندهم نفس المصلحة زيهم، مين لازم له سلام. فلسطين مش ممكن يكون له سلام بدون إن إسرائيل يكون عنده سلام كمان. مش ممكن يكون في أم لواحد بدون أن يكون فان أم للثاني. وحتى التقدم الاقتصادي متعلق بعلاقات كويسة بين اثنين البلاد. ففي مصلحة اثنين البلاد أن يتوحدوا ضد الأنمي، تقول زي العدو، العدو المشترك، عندهم عدو مشترك. العدو المشترك هو الحكام الإسرائيليين المتوسعين، ده الدول المشترك. ولكن ده ما يقدرش يتحقق بدون أن الإسرائيليين يفقدوا الخوف اللي عندهم. يعني